السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم في فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله يعني هتتعلم تعمل مونتاج احترافي في خلال 30 دقيقة فقط. البرنامج اللي هنستخدمه هو برنامج فيلمورا 12. فيلمورا 12 هو الاصدار الاخير من برنامج فيلمورا، طبعا هو قبله كان في فيلمورا 11 وفيلمورا اكس والكلام ده. الفيديو ده في خلال 30 دقيقة هتتعلم يعني الانترفيس او الواجهة بتاعة البرنامج، يعني هنستعرضها سريعا مع بعض، وازاي بتعمل اديت على الفيديو بشكل اولي كده، ان انت مثلا تقص الفيديو، تمسح جزء انت مش عايزه مثلا من الفيديو، الانتقالات الترانزيشن اللات، وكذلك التأثيرات الافكتس، وكذلك تتبع الحركة، يعني تعمل تتبع لحركة جسم معين داخل الفيديو مثلا، تقدر تخلي تكست ان هو يتتبعه بشكل كده زي ما انت بتشوف في الفيديوهات اللي هو الموشن تراك يعني، تمام. والتايتلز اللي هي الكتابة، ازاي مثلا تكتب تكست، ازاي تغير في حجم التكست ده، سواء كان ان انت تكبر حجم التكست او تصغر حجم التكست، كذلك تغير الفونت او الخط بتاع التكست، ازاي تعمل سبليت سكرين يعني تقسم الشاشة مثلا، تقسم الشاشة تلات او نصين مثلا، النص اللي فوق يبقى فيه فيديو والنص التحت يبقى فيديو مختلف تماما، وكذلك الكروما اللي هي الجرين سكرين، ازاي تستخدمها في البرنامج يعني تشيل الخلفية الخضراء دي وتبدا ان انت تستخدم الكروما، وكذلك هتتعلم الكي فريم التتبع، مثلا تخلي الصوت يبقى واطي في نقطة ويبدأ يعلى واحدة واحدة بالتدريج، كذلك الغاء الاهتزاز، يعني مثلا لو انت كنت مصور فيديو وفي اهتزاز كده تقدر ان انت تلغي الحاجة دي، هتتعلمها كمان حرفيا ميزة مهمة قوي، كذلك ازاي تعمل سلو موشن او يعني تبطئ الفيديو او حتى تسرع الفيديو او تمشي الفيديو بالعكس، كذلك هتتعلم ازاي تعمل color correction تصحيح الالوان، واخيرا وليس اخيرا ازاي بقى تعمل ريندر للفيديو او اكسبورت تصدير للفيديو وتحفظه عندك على الجهاز. كل الكلام ده ان شاء الله هتبدا انت تتعلمه في الفيديو ده. جميل قوي، نبدا بقى في الشرح. مبدئيا كده انت هتلاقي الفولدر ده سيبه لك تحت في الوصف، سيب لك رابط التحميل بتاع الفولدر ده. ده عباره عن ايه؟ ده فولدر فيه فيديوهات احنا هنتمرن او هنشتغل عليها النهارده. اول حاجة هنشرحها وهي الانترفيس او الواجهة. اول ما بتفتح البرنامج بتلاقي عندك يعني خيارات كده بسيطة خالص. اول حاجة انت بتبقى في خانة الكرييت بروجكت، تقدر طبعا من هنا تضغط على نيو بروجكت، وده اللي يهمنا، بيفتح لك على طول بروجكت مشروع جديد وتبدأ ان انت تشتغل عليه. عندك المقاس بتاع شاشة الفيديو، للناس اللي عايزة مثلا ترفع فيديوهات على التيك توك او الانستجرام مثلا، بتختار واحد لواحد اللي اصلا بيبقى ما بين قوسين اسمها انستجرام، او الستاندرد العادي، يعني انت لو بتسيبها زي ما هي في العادي اللي هي 16:9 اللي هي الوايد سكرين ده العادي. عايز حاجة غير كده اللي هي مثلا فيديوهات التيك توك، يبقى تختار ايه؟ الانستجرام. طب انا في الحالة دي انا بمنتج فيديوهات عادية فهختار 16:9. طبعا دي بعض المميزات زي السكرين ريكورد، يعني لو انت عايز تسجل الشاشة. انستانت مود دي بتعمل ايه؟ الوظيفة بتاعتها ان هي بتديك قوالب جاهزة، لو انت معاك مجموعة من الفيديوهات وعايز يتحط عليها تكست بشكل جاهز على طول، عندك مثلا فيديوهات عائلية، انت مثلا ما عندكش خبرة في المونتاج، ممكن تستخدم يعني تضغط عليه وانت هتفهم كل حاجة. هو بيديلك قوالب جاهزة او بيعمل مونتاج سريع للفيديوهات بتاعتك بشكل يعني بسيط كده ويخلي جميل جدا. اللي يهمنا في الحالة دي ان احنا نضغط على نيو بروجكت وعشان يفتح لنا مشروع جديد. طبعا بعد ما تضغط على نيو بروجكت هتلاقي الواجهة بتاعت البرنامج فتحت معاك. سريعا كده خلينا نشرح الواجهة بتاعت البرنامج. اول حاجة هنا الميديا. الميديا دي المكان اللي انت بتحط فيه الفيديوهات والصور بتاعتك. استدعي فيديو، بضغط كليك هنا كده وببدأ ان انا استدعي الفيديوهات بتاعتي، او ممكن اعمل لها دروب، يعني مثلا ازيح البرنامج بالشكل ده واعمل مثلا دروب للفولدر ده ويجيب لي كل الفيديوهات اللي فيه، تمام. بعد كده بنخش على السوشيال ميديا. حرفيا من ضمن الحاجات اللي انا كنت حابب اشرحها لكم قوي هي الجزئيه دي، لان الجزئيه دي يعني ميزه خطيره جدا. في المورا بتتعاون مع بعض المواقع الخاصه بالصور والفيديوهات. طبعا ايه برضو الموضوع؟ عباره عن ايه الموضوع؟ عبارة ان المواقع دي بتبقى محطوطة في البرنامج مدمجة، فمن خلال المواقع دي بتبدأ ان انت تتصفحها كأنك بتتصفح موقع من على جوجل كروم مثلا، وتبدأ ان انت تختار فيديوهات هي بتقدمها لك. يعني انا مثلا بعمل فيديوهات عن الطبخ، او راح مثلا مختار اي موقع، تمام، وابحث فيه عن فود. شوف كده، بص بس عايزك تشوف اللي هيحصل، هيجيب لك فيديوهات ليها علاقة بالطبخ وصور
طبعا انت بتحدد بقى مثلا كمان ممكن تحدد الكالر، يعني مثلا احنا لو تصفحنا كده وجينا بنعمل دبل كليك بيبدأ ان هو يداونلود الصورة او الفيديو. طبعا دي صورة جميل او الكلام ده. طبعا انت عندك فيديوهات بقى ممكن جودتها بتوصل لحد 4K، فانت حر مثلا ممكن تختار هنا HD بدل 4K مثلا لو انت شايف ان الحجم كبير. مثلا في الاوديو بيبقى عندك لايبراري للميوزك اوديو بتبقى متحملة مع البرنامج، تمام تقدر انت تستخدمها. خد بالك كمان الموضوع مش بس عبارة عن ميوزك واغاني وكده، لا هو في كمان ساوند افكت للميمز، يعني الناس مثلا اللي بتعمل ميمز وكده الساوند افكت مضحك كده مثلا بيبقى 3-4 ثواني ممكن تستخدمه. في التايتلز بقى بص بتفرج على الجمال في التايتلز هنا بقى في الخانة دي جايب لك يعني تمبلت للتكست بتبقى جاهزة ان انت تسحبها وتبدأ انت تستخدمها على طول من غير بقى ما تبدأ ان انت تعمل الكلام ده بشكل يدوي او ان انت تحمل الكلام ده مثلا من على المواقع وتدفع فلوس في التمبلت دي. عندك تمبلت جاهزة تقدر انت تستخدمه. فمثلا هنا التكست ده كده لو عملنا دبل كليك عليه بيبدأ ان هو يعمل له داونلود. كل الكلام ده انت تقدر تستخدمه في المونتاج بتاعك جاهز، يعني تخيل كده الافكت بالتكست ده كله انت بتاخده تعدل عليه بمزاجك على حسب طبعا الفيديو بتاعك عبارة عن ايه. فتخيل كمية يعني التطور البرنامج في المورا وصوله. بعد كده عندنا خانة الترانزيشن ودي سريعا كده يعني فيها انتقالات. طبعا الكلام ده احنا هنشرحه بالتفصيل، احنا حاليا بس بنشرح حاجات بسيطة. خانة الترانزيشن انت دلوقتي عايز تشوف شكل الترانزيشن دي عامل ازاي دبل كليك عليها. بعد ما بتعمل دبل كليك طبعا على اي ترانزيشن انت عايزها بيبدا يعرض لك الترانزيشن دي. نخش بقى على الافكتس، افكتس كتيره جدا هنبدا ان شاء الله ان احنا نشرحها بالتفصيل. وعندك برضو ستيكر يعني زي ملصقات كده برضو يعني ستيكر برضو مثلا زي عندك مثلا ستيكر زي بتاع اللايك بتاع الاشتراك مثلا ستيكر مثلا اللهب والحاجات المختلفة دي اللي انت ممكن تستخدمها في شغلك برضو ستيكر مثلا ليه علاقة بالفاير ممكن برضو تستخدمه في شغلك. عندك هنا بقى في التمبلت، التمبلت بقى بيقدم لك يعني حاجات كده زي انتقالات وتكست جاهز كده ممكن تستخدمه. الكلام ده هنشرحه ان شاء الله دلوقتي، بس حاليا يعني خلينا بقى نرجع الجزء ده. ايه بقى الجزء ده؟ اللي هو البلاي باك، ده المكان اللي هو الفيديو بيشتغل فيه. مثلا انت بتعرض الفيديو بتاعك بتبدأ ان انت تتحكم بيه من هنا المكان ده كده وتمشي بقى، ده البلاي باك. وهنا المكان التايم لاين اللي انت بقى ايه بيبقى فيه التراكات اللي انت بتبدأ بقى تحط مثلا الفيديوهات والصور بتاعتك في الجزء ده كده. حلو قوي، بعد ما خلاص شرحنا الانترفيس خلينا بقى نبدأ نخش في الجزئية التانية وهي الايديتنج. ازاي بقى تعمل ايديت للفيديو؟ الاول ازاي نجيب يعني نحط الفيديو بتاعنا في البرنامج. اول حاجة احنا بنسحب الفيديو هنا فبنضغط كده كليك وتبدا ان انت تروح المكان اللي ايه فيه الفيديوهات بتاعتك. وانا ممكن هسيب لكم ان شاء الله الفيديوهات اللي احنا هنشتغل عليها في الحلقه دي، هي دي الفيديوهات اللي انا هستخدمها. فبعمل سيلكت ليها كده وبعمل لها اوبن. جميل او كده البرنامج خلاص استدعى الفيديوهات دي. نبدا بقى ايه ننزل الفيديوهات دي على التايم لاين اللي هو بيبقى فيه الشغل كله. طيب انا مثلا هسحب الفيديو ده كده وبيبدا انه يحطه على التايم لاين. بيظهر لك رسالة بيقول لك الاعدادات بتاعت الفيديو كذا 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 والاعدادات بتاعت المشروع اللي انت عامله كذا كذا كذا. فده مختلف وده مختلف. انت طبعا يفضل ان انت تعمل ماتش تو ميديا، يعني حافظ على اعدادات الفيديوهات، تمام ما تجبرش الفيديوهات ان هي مثلا تغير الفريم علشان المشروع بتاعك الاعدادات بتاعته كده، لا اعمل ماتش تو ميديا دي افضل حاجة. طبعا كده سحبنا الفيديو للتايم لاين بيبدا انه يظهر عندك في البلاي باك وتبدا ان انت تشغل الفيديو ده عادي جدا وتجربه. اهم حاجه بس في ملحوظه كده مهمه قوي، يعني الناس اللي الجهاز بتاعها ضعيف ويبقى عندها لاج اثناء تشغيل الفيديو او التعديل عليه ده بيبقى بسبب البلاير انت بتبقى مخليه فول كواليتي. حاول تقلل الكواليتي بتاعه التشغيل. طبعا انت بعد ما بتصدر الفيديو بيرجع للجوده عادي جدا، احنا هنا بنتكلم على جودة التشغيل واحنا بنجرب في البرنامج. طيب احنا حاليا كده سحبنا الفيديو للتايم لاين، حاليا بقى عايزين نبدأ ان احنا نعدل عليه بشكل بسيط كده، زي ان انا مثلا في جزء عايز اقصه، تمام. طبعا انا حاليا هبدأ يعني شوية وهبدأ انزل فيديو تاني ونبدأ ايه يعني نتعامل معاهم. انا مثلا الجزء من هنا لحد هنا مثلا انا عايز اقص الجزء ده، بعمل ايه؟ انت هتلاحظ كده ان في ايه يعني التول اللي هي بتتحرك معاك دي على حسب المكان اللي انت بتروح بيه بالماوس، تمام. بتبدا ان انت توقفها على المكان اللي انت عايز تقص منه بالشكل ده كده وتضغط كات وتروح مثلا على الجزء ده
كذلك، وتقوم راح برضو عامل كات كده. كده يا عمل الكات كده بقى عندك الفيديو اتقسم 3 اجزاء. ممكن بقى تبدأ تعدل على كل جزء انه يبقى فيه خصائص معينة وكده. انا في الحالة دي عملنا احنا كده ايه، قصينا الفيديو تمام. خلينا بقى نبدأ ان احنا مثلا نمسح الجزء اللي ملوش لازمة ده، مثلا نعمل له ديليت من على الكيبورد او من خلال الديليت اللي في البرنامج ذات نفسه. كده عملنا ديليت للجزء اللي احنا مكناش عايزينه. حلو او تمام. مثلا انا عايز اجيب جزء كده، يعني اخلي الجزء ده يبقى قدام والفيديو كله مثلا يعني اللي هو الجزء الكبير ده يبقى ورا. بكل بساطة بتعمل ايه، بتسحب الجزء ده كده، تبدأ ان انت تسحبه وتروح تحطه في الاخر بالشكل ده كده، وتقوم راح بقى عامل سيليكت تول كده محدد على كله وراجع مرجعه تاني ورا عشان يبقى في بداية التايم لاين، وتبدأ ان انت تشوف بقى النتيجة بتاعتك. طب احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل سبليت اللي هو قص للفيديو، وتعمل ديليت بقى مثلا الجزء معين من الفيديو. بكل بساطة برضو لما انت بتيجي تحدد على الفيديو بيبدأ كده يظهر لك اعدادات كده. الاعدادات دي طبعا يعني دي مثلا لو انت عملت حاجة غلط وعايز ترجعها فبتقوم راح مرجع كده. مثلا ممكن نرجع اللي احنا عملناه ده كله بالشكل ده كده، تبدأ ان انت تتحكم في الخطوات. عملت حاجة غلط عايز ترجعها تعمل كنترول زد او من خلال الزرارين دول. فانا مثلا هرجع اللي احنا عملناه ده بكل بساطة. كذلك ممكن احدد على الفيديو كله واعمل له ديليت. انت اصلا عموما لما بتقف على الفيديو بيظهر لك الخيارات اللي انت ممكن تعملها. ممكن برضو نعمل سبليت اللي احنا عملناها دي اللي هي من هنا برضو او من هنا. كذلك دي برضو بتبقى حاجة اسمها كويك سبليت مود، يعني انت بتحدد عليها وبتبدأ ان انت تقص بشكل سريع. انت بس عايز تقص اجزاء كده بشكل اسرع من غير بقى ما تقعد ايه، من غير مثلا ما تقعد تسحب بالتول دي وتبدأ ايه على كل جزء. لا دي بتديك ميزة السرعة، بتبقى سلسة كده وسريعة تمام. هنا برضو ده بيعمل ايه، ده بيعمل حاجة اسمها كروب، يعني بيعمل ايه ان انت بتقص جزء من الفيديو بالشكل ده كده. ممكن نقص جزء من الفيديو مثلا، انا مش عايز الاجزاء دي تبقى ظاهرة، وتعمل مثلا ابلاي وبتلاقي قص الجزء اللي انت عايزه. كذلك هنا انت برضو دي بتبقى يعني كويك تكست، يعني انت يعني دي بتسهل عليك ان انت تحط تكست بشكل سريع من غير بقى ما تروح على التايتل والكلام ده. هنا دي بتبقى بقى ليها علاقة طبعا بالتسريع وبالتبطيء. ملاحظة مهمة برضو ان انت لما بتيجي قبل ما تسحب الفيديو بتلاقي كده في علامتين كده ظاهرين في المكان ده كده، دي اسمها المارك ان والمارك اوت. بمعنى انا مثلا بدل ما اقعد اقص الفيديو على التايم لاين وكده، انا مثلا في جزء يعني انا عايز اخد جزء واحد من الفيديو كده، مثلا انا مش عايز الفيديو ده كله، انا مثلا عايز اول يعني 10 ثواني فقط من الفيديو من غير ما اخد مثلا ال 40 ثانيه دول كلهم. بعمل ايه، باجي على الجزء اللي انا يعني بشغله عادي جدا، وباجي على الجزء اللي من بدايه هنا انا عايزه، فبعمل علامه اسمها مارك ان، وببدا ان انا اسحب المارك اوت دي على الجزء اللي انا عايزه واقوم راح سحبه من غير بقى ما اقعد اعمل له قص وكده في التايم لاين. هو كده اتقص على طول قبل ما ينزل اصلا على التايم لاين، فدي برضو مفيده لان هي بتسرع من شغله. مثلا انا عايز الجزء ده من الفيديو يجي في الاول، انا عايز اعكس، بتقوم راح ايه برضو بتسحب الفيديو بكل بساطة وبتروح ترجع ورا عادي جدا، بتلاقي الفيديو ده جاء يعني بقى الفيديو الاول وده بقى الفيديو التاني وهكذا. مثلا ممكن احطه في النص يعني ما بين الفيديو ده، مثلا عايز الفيديو ده يشتغل وبعد 5 ثواني يظهر الفيديو ده اللي هو ده كده. بعمل ايه، باجي في بداية الفيديو بعمل له قص تمام، بتلاقي اتقسم نصين كده، بتقوم راح مثلا سحب النص ده كده شوية وتيجي تسحب ايه النص اللي انت عايز تحطه بالشكل ده كده، وتلاقي بقى بالمنظر اللي انت شايفه ده، وتعمل بلاي عشان تشوف النتيجة. هتلاقي الفيديو يعني ظهر في النص كده ورجع تاني على الفيديو عادي بالشكل اللي انت شايفه ده. الجزئية الرابعة اللي احنا هنشرحها مع بعض وهي الترانزيشن، الانتقالات. انا مثلا يعني لاحظت انه احنا بنشغل الفيديو بتحس ان الفيديو ده كده بيخش كده رزعي كده مرة واحدة، مفيش اي سلاسة، مفيش اي جمال في الانتقال ما بين الفيديو الاولاني والفيديو التاني. فبقى ايه فايدة الانتقالات، ده اللي احنا هنعرفه مع بعض. بنيجي على الخانة بتاعت الترانزيشن وهنبدأ ان احنا نختار الانتقال اللي احنا عايزينه. انت طبعا هتبدأ تقلب كده مع نفسك وشوف انت بقى الانتقال اللي انت عايزه. مثلا الانتقال ده والله انا عايز اشوف كده الشكل بتاعه هيبقى عامل ازاي قبل طبعا ما احطه على التايم لاين. ماشي، انتقال جميل جدا. ابدأ بقى استخدم الانتقال ازاي، طبعا هنيجي كده بالشكل. هنقوم رايحين ساحبين الانتقال ده ما بين الفيديوهين اللي احنا عايزين يحصل انتقال ما بين الفيديو الاول والفيديو التاني. تيجي بقى ترجع وتشوف النتيجة بقى، تشوف الانتقال ما بين الفيديو ده وده، بص عامل ازاي، في سلاسة. طبعا التعليقة دي من عندي، اللاج ده من عندي،
لان انا جهازي ضعيف. حلو قوي بالشكل ده. هل بس يعني الموضوع واقف على كده؟ لا، في كمان ترانزيشن يعني على شكل انيميشن، فاهمني؟ زي ايه مثلا؟ زي الترانزيشن دي كده، ممكن برضو نيجي نجربها. يعني تعالى نشوف مثلا ترانزيشن دي كده، تحطها ما بين الفيديوهين اللي انت عايز تعمل انتقال ما بينهم، وتبدأ ان انت تشغلها، تلاقي ترانزيشن على هيئة انيميشن بالشكل الجميل ده. طيب برضو من على الشمال كده تبدأ ان انت تألف في نوعية الترانزيشن اللي انت عايزها، مثلا في زوم، في مثلا زي لايت يعني بيعمل اضاءة ويعمل انتقال. طبعا في كمية ترانزيشن كتيرة جدا ممكن تلاقيها. الجزء اللي بعد كده معانا هو الافكتس. الافكت بتجيبها منين؟ من خلال الخانة دي، بتختار افكتس. دي بقى بتقدم لك افكت جاهزة تقدر ان انت تستخدمها على الفيديو بتاعك. فعلى سبيل المثال خلينا كده نشوف الافكت دي. طبعا احنا بنسحب الافكت كده وبنحطها تحت، او ممكن نحطها على الفيديو ذات نفسه، تمام، او فوق الفيديو في تراك مختلف عن الفيديو ده. طبعا الافكت دي جميلة جدا، دي للناس مثلا اللي بتعمل موسيقى. مثلا انت شوف كده شكل البحر مع الامواج بتاعت الصوت، تمام، بتبدأ طبعا ان هي لما في صوت بيشتغل بتبدأ ان هي تشتغل معاه. فدي مثلا لو انت من الناس اللي بتعمل بقى مزيكا والكلام ده، يعني خلفية البحر مع مثلا الصوت بتاع الاغنية كده وهو بيضرب، تلاقي كده الافكت دي بتبدأ ان هي تتحرك معاه وكده، فاهم الفكرة؟ عندك طبعا افكت كتير جدا ممكن تستخدمها. ونجرب الافكت ده بالشكل ده كده ونيجي نشغل، هتلاقيه كده بيعمل داونلود كده بشكل شيك كده. مثلا ممكن تحطه في المقدمة زي ما قلت لك، تمام. عندك افكتات كتيرة ممكن تستخدمها. واهم حاجة بس الجزء اللي على اليسار ده اللي هو فيها الفئات اللي هي الكاتيجوري، ممكن تقلبها. يعني في اوديو افكت، يعني افكت بيتفاعل مع الاوديو، تمام، زي اللي انا وريته لك في الاول ده بيتفاعل لما الاوديو بيشتغل، هي بتبدأ ان هي تشتغل اصلا. الجزء بقى اللي بعد كده معانا هو الموشن تراك، او اللي هو تتبع الحركة. انا مثلا ايه فايدة التتبع الحركة دي؟ مثلا في شخص ماشي، فانا عايز اعمل تكست يبقى ماشي معاه بنفس السرعة بنفس الاهتزازات بتاعته، بتحس كأن التكست بيتتبعه، فهمت؟ هي دي بقى ايه الموشن تراك، تتبع الحركة. بس في الحالة دي انا هعمل تكست ماشي مع البحر كده، اللي هو فاهمني يعني هو بيمشي مع البحر كده. الموضوع ده بيعمله ازاي؟ طبعا انت يعني هتقف على الفيديو بشكل عادي جدا، هتقف على الفيديو وهتبدا ان انت تختار من هنا كده موشن تراك، وتبدا يظهر لك كده الاوبجكت ده، بتبدا ان انت تحدده على الجزء. يعني مثلا في شخص واقف، بتبدا ان انت تظبطه على الشخص ده، ويبدا هو ايه يحلل الحركات بتاعته دي، ويبدا ان هو يعمل بقى تراك، تمام، وتبدا ان انت بقى تربط التراك ده بتكست مثلا، فاهمني؟ احنا هنفهم الكلام ده دلوقتي. خلينا مثلا نحدد الجزء ده كده مثلا على حجم البحر. طبعا هو لو كان الافضل ان كان في مثلا شخص بيتحرك، او مثلا سمكة في البحر كانت بتتحرك، الموضوع كان هيبقى اسهل. وهنقول له start motion track، بيبدأ طبعا ان هو يتتبع البحر في الحركات بتاعته. طبعا زي ما قلت لكم الموضوع ده يفضل ان انت كنت تعمله على شخص بيتحرك. طبعا انا مش عارف الموضوع هيبقى معايا عامل ازاي، بس تعالى ما نجرب. وهتلاقي طبعا الرساله دي طلعت لك بعد ما يكون خلاص خلص الموشن تراك بتاعه، وتبدا ان انت كده تشوف، هتلاقي تلاحظ ان ده بيتحرك معاه بالشكل ده. طبعا بقى بتبدا بقى تعمل ايه؟ انت بتبدا مثلا تروح كده تقول له اوكي، وتجيب بقى تكست، نبدا ان احنا نجرب الكلام ده. تبدا مثلا ان احنا هنسحب اي تكست كده على السريع بس نشوف هنعمل الموشن تراك ده ازاي. طيب انت بعد كده بتروح بقى على الفيديو، بترجع تاني لمنطقة الموشن تراك من خلال الزرار ده. دلوقتي بيقول لك لينك element، يعني تربط عنصر زي التكست ده كده بيه علشان يبدأ الموشن تراك ان هو ايه يشتغل، فاهمني؟ انت لو جيت تشغل الفيديو هتلاقي التكست واقف، يعني ملوش دعوة بالموشن تراك ده، تمام. فبتبدأ ان انت تحدد يعني اسم التكست ايه، glitch title 1، فنحدد glitch title 1 ويبدأ ان هو يربطه. نبدأ بقى نشغل ونشوف، هتلاحظ ايه التكست بيتحرك مع البحر. طبعا اللي بيحصل ده لان طبعا يعني هو المفروض ان انا اجرب الكلام ده على شخص ماشي، بس يعني انا بوري لك عموما انت تبدا يعني تطبق الكلام ده مثلا على اي حاجه متحركه. خلينا بقى نرجع بعد كده بقى ونتكلم عن التايتل. التايتل اللي هو النص طبعا،
عندك زي ما قلت لك قوالب جاهزة، او ان انت تعمل تايتل ستاندرد عادي مفيش اي افكت فيه او اي تمبلت، يعني تكست عادي تكتب فيه. هتعمل كده ازاي؟ بتروح مثلا على البلين تكست من هنا كده وتختار ايه التكست اللي انت عايزه. طبعا احنا دلوقتي يعني هنجرب التكست العادي ونرجع نشوف التكست التمبلت. هنا بقى بتبدأ ان انت يعني الدبل كليك عليه بيجيب لك الاعدادات بتاعته، وتبدأ ان انت تعدل عليه. مثلا انا هكتب برو هنا كده بالشكل ده، وهتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده كده. تبدأ بقى تغير في تبدأ ان انت بقى تغير في حجم التكست ازاي. من هنا كده تقدر ان انت تغير في الحجم، او ان انت يعني تعمله بشكل يدوي بالشكل ده كده. تمام، بالشكل اللي انت شايفه ده كده. وتبدأ برضو تغير اللون من هنا، مثلا ممكن نختار لون لبني شوية كده، او لون اسود، او مثلا تعمل دي وتقف على اي لون انت عايز تلقطه مثلا بالشكل ده كده. فهمت؟ برضو ممكن تخلي الخط يبقى مايل، ممكن تتخن الخط شوية، ممكن برضو تتحكم يعني في تنسيق الخط على حسب المكان اللي انت عايزه. ممكن تختار حاجات البرنامج عاملها لك جاهزة زي دي كده، او دي او دي، حاجات زي دي كده مثلا، حاجات جاهزة. طبعا انا منصحكش بيها يعني، لان شكلها مش بيبقى شيك قوي الصراحة يعني. تعالى بقى نرجع تاني على المكان بتاع التايتل تاني، وترجع بقى للحاجات الجاهزة زي دي كده بالشكل ده، وتعالى نشوف الكلام ده عامل ازاي. ده يعتبر تمبلت جاهز للتايتل، ممكن احنا نبدأ نعدل عليه. ممكن مثلا اكتب هنا حازم بالشكل ده كده، الشكل اللي انت شايفه ده كده. وتبدأ كمان ان انت تنزل وتختار مثلا اشكال مختلفة منها الثري دي، انت ممكن تختار ثري دي. انت مثلا مش عاجبك ان هو ستاندرد كده عادي، لان انت عايز يبقى الخط يبقى 3 دي، البرنامج بيعمل لك كده بشكل جاهز على طول. فاهمني؟ الشكل ده كده. وتبدا بقى مثلا ممكن يعني تسحب التكست ده ورا الفيديو بحيث ان هو يبقى زي مقدمه. فاهمني؟ وتبدا تشغل كده وتشوف النتيجه. حرفيا البرنامج اختراع يا جدعان، البرنامج اتطور وبقت كل حاجه فيه بسيطه، ويبدا الفيديو يشتغل عادي جدا. كذلك برضو ممكن يعني تتحكم فيه وتخليه فوقه، بس طبعا هو في الحالة دي بيخفي الفيديو اللي تحتين، وبترجع كده الفيديوهات ورا عادي جدا بالشكل ده. عندك بقى كمية تكست جاهزة تقدر تعدل عليها، انت يا دوبك اسحب على التايم لاين ودبل كليك عليها، وابدأ عدل في الاعدادات اللي انت عايزها. ممكن برضو تعدل في الحجم بتاع التكست ده مثلا من السكيل هنا كده. الجزء اللي بعد كده معانا هو السبليت سكرين. الجزء ده يعني جميل جدا. ليه بقى؟ لان هو بيقسم لك الشاشة. خلينا كده نروح على التمبلتس وتنزل على السبليت سكرين من هنا كده، وتبدا ان انت تقلب في الفئة بتاعت السبليت سكرين. بتلاقي عندك حاجات جاهزة للجيمنج، يعني الناس اللي بتعمل بث مباشر في الجيمنج مثلا تقدر ان هي تستخدم السبليت سكرين دي. تعالى كده دبل كليك عشان نحملها. عندك مثلا السوشيال ميديا، عندك برضو كذلك البيزك العادي، يعني انت مثلا تعالى اعمل لها دروب هنا كده، يعني شوف السبليت سكرين اللي يعجبك وهتلاقيه ظاهر معاك بالشكل ده كده. تقول له اوكي، وتبدا ان انت ترجع على الميديا وتروح على الفيديوهات اللي انت عايز تقسمها. انا مثلا عايز احط الفيديو ده هنا في الجزء ده كده، والفيديو ده في الجزء ده كده. بص بص بص، شفت انت الجمال؟ كل ده بايه؟ في 5 ثواني تقدر تعمل الكلام ده كله. بعد كده بقى هنشرح الجرين سكرين وازاي تستغلها. طبعا انت عندك هنا الجرين سكرين اهو، تعمل لها دروب عندك بالشكل ده. طبعا دي جرين سكرين الصراحة جبتها بشكل عشوائي كده، مثلا هقصها كده الجزء ده اللي انا عايزه، يعني هكتم الصوت بالشكل ده. انت تقدر تعدل على الاصوات من هنا، تقدر تكتمه بالشكل ده كده. طب انت دلوقتي هتلاقي ان السكرين طبعا دي قافلة على الفيديوهات. ليه؟ لان احنا طبعا لسه ما فرغناش العنصر اللي احنا عايزينه. بنعمل كده ازاي؟ ممكن بتضغط على الجرين سكرين بتاعتك، وبتروح على الجزء ده كده، وبتروح على كروم كي. من خلال الجزء ده كده هو خلاص يعني بشكل اوتوماتيك هو راح فرغها لك لوحده اصلا.
طبعا بالمناسبة انت برضو لو اللون افرض ان الخلفية لونها ازرق، ممكن تحدد على يعني على القلم ده كده وتروح تحدد على اللون اللي انت عايز تفرغه، تمام. ولكن في الحالة دي لو عملنا بشكل اوتوماتيك اللي انت شايفه ده كده، خلاص ممكن اروح احدد على الجزء الاخضر ده وهو هيشيلها لوحده خلاص. افرض مثلا النتائج مش حلوة، يعني ما تفرغتش بشكل كويس، ابدأ بقى ايه يعني حرك في الاعدادات دي لحد ما توصل للنتيجة المطلوبة، تبدأ تغيرها تزود تقلل لحد ما توصل للنتيجة المطلوبة. الجزء بقى اللي بعد كده هو الكي فريم. طيب انا مثلا عايز الصوت يبدأ يبقى هادي وبعد كده يبدأ يعلى شوية، الجزء ده بنعمله ازاي؟ الاول خلينا نروح عند خانة الاوديو ونحمل الموسيقى الاول عشان نجرب عليها الكلام ده، او في الحالة دي انا عن نفسي هروح اختار موسيقى انا يعني جايبها من عندنا، الموسيقى دي مثلا. هاجي مثلا انا يعني عايز الجزء الاولاني ده الموسيقى فيه بتبقى لسه يعني واقفة اصلا، فممكن اقصه، يعني انا عايز الموسيقى تبدأ على طول مع بداية الفيديو، واروح على الجزء ده اعمل له ديليت من الكيبورد او من هنا، وتلاقي الموسيقى اتقصت بالشكل ده، وابدأ بقى مثلا اشغل واشوف. حلو اوي، انا بقى عايز البداية بتاعت الموسيقى تبدأ هادية كده بالشكل ده، فهنقرب كده شوية وهنلاحظ ايه في هنا كده سهمين بيطلعوا، نبدأ نشد بالشكل ده كده بالشكل ده، هتحس ان الموسيقى بدأت يعني بدأت بشكل هادي كده شوية. نشد كمان مثلا، بص بقى تلاقي الموسيقى بادية يعني هتبدأ هادي ازاي. الجزئية بقى اللي بعد كده معانا لو في اهتزاز في الفيديو وعايز الغي الاهتزاز ده بعمل ايه؟ دبل كليك على الفيديو وبروح على الجزء ده كده اللي هو الاول تولز، وبنزل ادور على حاجة استبلايزيشن وبعمل لها تفعيل انيبل، وبعد كده بتلاقيها ظهرت ليك كده، تعمل كليك من هنا يبدأ ان هو برضو كذلك بيحلل الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ويبدأ ان هو يلغي الاهتزاز ده. طبعا هو الفيديو مفهوش اهتزاز قوي فمش هتلاحظ الفرق، ولكن انت لو انت مثلا بتصور بفيديو كنت فيه اهتزاز كده بسيط، ممكن يلغي لك الاهتزاز ده بشكل فعال جدا. بعد كده مثلا انا عايز اعمل تبطيء او تسريع للفيديو، هعمل ايه؟ بتيجي توقف برضو على الفيديو ده كليك، وبتروح على الجزء بتاع السبيد، وبتبدأ ان انت تختار يا اما تخليه سلو او تخليه فاست. طبعا كل بقى يعني السلو ليه قيم مختلفة، مثلا ممكن اخليه سلو من هنا كده بالشكل ده، طبعا تلاحظ الفيديو بدأ يطول معاك، وتبدأ انت تشغل الفيديو هتلاقي طبعا الفيديو بطيء. طبعا عشان السلو يبقى سلس او التبطيء يبقى سلس، محتاج ان انت طبعا تبقى مصور الفيديو باعدادات معينة والفريم ريت يبقى عالي. كذلك لو انت عايز تعمله فاست برضو، بتيجي من خلال الفاست كده وبتختار يعني 4x فيبقى بالسرعة اللي انت شايفها دي كده. بعد كده بقى معانا الكالر، عايز تعمل بقى كالر كوريكشن بتضغط على الفيديو. عايز بقى دلوقتي بقى جينا لجزئية الكالر كوريكشن، ازاي تعمل تصحيح للالوان وتظبط الالوان بتاعت الفيديو بتاعتك. دلوقتي بتضغط برضو دبل كليك على الفيديو وبتروح على جزئية الكالر، وبتنزل من هنا كده تبدأ ان انت تختار البريسيت الجاهزة اللي البرنامج بيقدمها لك، ممكن تلاقي حاجات تعجبك جاهزة زي دي مثلا او دي. طبعا هي بتبقى افكتات كده مثلا زي بتاعت الانستجرام مثلا، دي كده تحس ايه يعني ادتك كده جو افلام الرعب، فاهمني انت؟ او تبدأ ان انت تعمل الكلام ده بشكل يدوي، فهتروح كده تختار هنا نان عشان يلغي لك اي افكت انت حطيته من النان دي، وبتبدأ ان انت بقى تنزل تقلب كده شوية وتروح على اليدوي بقى اللي انت تبدأ تعدل فيه. ممكن تخلي الفيديو بتاعك يبقى دافي او يبقى كولد بارد بالشكل ده كده، تمام. وخد بالك هنا برضو احنا ممكن نعمل كي فريم، يعني ان هو يبدأ ان هو ايه يغير اللون بالتدريج. مثلا انا عايز ان هو يبدأ معانا اول ما يبدأ يبقى تحس ان هو ايه دافي كده، وبعد كده مثلا لحد النقطة دي عايزه يرجع تحس كده ايه الفيديو بدأ لونه يبقى ازرق، فتضيف كده وترجع تشد دي كده على الكولد وترجع تشوف النتيجة دي كده الكي فريم، يعني هو بدأ ايه دافي وبعد كده بقى كولد كده مرة واحدة، فاهمني؟ برضو من الحاجات اللذيذة جدا اللي ممكن تعملها. وتبدأ مثلا تعدل على الالوان زي البنفسجي، طبعا خلينا كده نرجع كل حاجة
زي البنفسجي مثلا، تبدأ تزود في الإعدادات بتاعة الإضاءة شوية، ممكن تقللها، ممكن تزود هنا تقلل، طبعا واحدة واحدة، وغير الإعدادات دي براحتك لحد ما توصل للكلر اللي انت عايزه. ممكن برضو تزود التشبع بتاع الألوان بالشكل ده كده، بيدي تشبع كده ويخلي الألوان ايه حلوة. طبعا انا يعني يعتبر بوظت الفيديو، انا بس بوريك يعني الموضوع بيبقى عامل ازاي، انما هي الفيديوهات اصلا معموله كده ككالر كوريكشن. طبعا في برضو حاجه حبيت اشرحها، تعالى كده نضغط على الفيديو ونرجع كده على الجزئيه بتاعت الماسك. الماسك دي بيديك تقدر ان انت تعمل ماسك للفيديو بتاعك، مثلا في شخص قاعد بيسجل صوره، او انت مثلا عايز تقص جزء معين، بتبدا ان انت تحدد كده البين تول دي وتبدأ ان انت تقص مثلا جزء معين من الفيديو بالشكل ده كده. طبعا انا مش يعني هعملها على السريع بالشكل ده كده. طبعا انت ممكن لو في شخص مثلا متصور، تبدأ ان انت بالبين تول دي تقص الشخص دي من الصورة. نفس الفكرة في الناس اللي بتشتغل فوتوشوب، هتبقى عارفة اللي انا اقصده. طيب جميل قوي. طبعا قبل بقى ما نصدر الفيديو، خلينا بقى نبدأ ننزل كل الفيديوهات دي ونبدأ ان احنا نستخدمها، لان انا يعني الى الان يعتبر ما استخدمتش كل الكلام ده، ونبدأ ان احنا بقى نعمل فعلا يعني نستغل اللي احنا اتعلمناه ده كده سريعا. نبدأ ان احنا نحط الصور الاول، مثلا نبدأ اعرض الصور وبعد كده ادخل الفيديوهات. يعني خلينا كده نيجي نبدأ ان احنا نقصر الفيديوهات بالشكل ده كده، كذلك نقف في نهاية الفيديو ونشده لورا، نسحبه نقصر مدته فيبقى بالشكل ده كده. طبعا هتلاحظ حاجة، ان مقاس الفيديو يعني مقاس الصورة مش ظابط، فبتعمل كليك يمين وبتروح على كروب تو فيت او كنترول اف على طول، وبيبدأ هو يظبط لك المقاس بالشكل ده. هنا برضو كذلك، هنا هتلاحظ الصورة مقاسها مش مظبوط، كليك يمين وتضغط على الخيار ده كده بالشكل ده كده. ممكن طبعا بقى تبدأ تحط انتقالات، او ممكن نعمل الحاجة اللي احنا اتعلمناها وهي تقسيم الشاشة في الحالة دي كده. ممكن نبدأ ان احنا نحطها بالشكل ده كده، ونبدأ ان احنا نقسم الشاشة لثلاث اجزاء. نسحب ممكن نمسح كده ونروح نقسم، يعني نختار كده التقسيمة دي كده، ونروح بقى على الميديا، نرجع على الميديا ونبدأ ان احنا نختار الصور اللي احنا عايزينها دي مثلا، ونبدأ ان احنا نعدل كده، كذلك دي، كذلك دي. طيب دي كده الصور، عملنا مثلا انتقال بسيط وتقسمنا الشاشة. يعني احنا حاليا بنطبق اللي احنا اتعلمناه. نبدأ بقى ننزل الفيديوهات، نقصر بقى حجم الفيديوهات، نيجي في الاخر ونسحب لورا او نقص براحتك. ممكن برضو ننزل الفيديو ده كده، نيجي هنا نقص الفيديو من خلال التول دي، هيقسمه معانا. نيجي نعلم على الجزء ده ونعمل له ديليت. نبدأ هنا بقى نيجي ونحط ترانزيشن بالشكل ده كده مثلا. طب بعد كده بقى عايزين نصدر الفيديو، هنصدره ازاي؟ بنيجي من على زرار الاكسبورت من هنا كده ونضغط عليه، هيظهر لك الانترفيس دي. دلوقتي انت من على الجزء على الشمال ده بتبدأ ان انت تختار الصيغة بتاعت الفيديو، اذا كانت MP4 WMV اي حاجة انت عايزها. ومن هنا كده بنبدأ نختار اسم الفيديو، ومن هنا اللوكيشن المكان بتاع حفظ الفيديو، نضغط عليه ونغير المكان على الديسكتوب مثلا. ممكن تخلي ديفولت عادي. من هنا الكواليتي، وده اللي يهمنا، ده بيتحكم في الكواليتي، وفي هنا بتتحكم في الريزولوشن. طبعا الريزولوشن تقدر تصدره بجودة 4K او جودة 1920 او اي جودة انت عايزها. وكذلك الكواليتي ممكن تختار ريكومندد او هاي. الفريم ريت برضو كذلك ممكن تختار، يعني تسيبه زي ما هو، احنا كده كنا مظبطينه. وبس ممكن تلغي الاوتو هايلايت دي، ملهاش لازمة، وتعمل اكسبورت، وبيبدأ ان هو يصدر الفيديو معاك. وبكده نكون الحمد لله اتعلمنا في الفيديو ده ازاي تعمل مونتاج. ممكن ننزل جزء تاني نعمل بقى فيه فعليا مونتاج بقى بشكل يعني ناخذ الموضوع بشكل جدي شوية، ان احنا نمنتج بقى فعلا فيديو.
الحمد لله بكده كنت اتعلمت المونتاج وببرنامج في المورا 12 وشرحنا كل المميزات بتاعة البرنامج. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم فدعمونا بلايك واشتراك في القناة، وانتظرونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.